السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين يا جماعة؟ رب تكونوا بخير، وحشتونا جدا جدا. عيد سعيد عليكم، المقدمة المرة دي عيد سعيد عليكم، يا رب يجعلوا عيد أضحى مبارك على كل حبايبنا ومتابعينا الجمال. طبعا من خلال قعدتنا على الكنبة دي، احنا احييكم من قعدتنا على الكنبة، من على هذه الكنبة هنتقدم الى الامام من خلال هذه الكنبة وانتم معانا. عاملين ايه يا جماعة؟ ايه الاخبار؟ زي الفل من غير اي حاجة. وحشتونا جدا جدا، مش عايزين تفردي جناحاتك والنبي علينا. جدا جدا من الفيديوهات اللي فاتت. الزوج الحنين الرزق، شايفين المعاملة؟ شايفين الزوج الحنين الرزق؟ صح. والزوج الحنينة برضو رزق. انا عملت حاجة؟ انا لا، مش انت بتقولي الزوج الحنين، فانا بقولك والزوج الحنينة كمان. ايوه، لكن في ايدين بتشل. يا حنينة، ماشي، قولي يا حنينة. عاملين ايه يا جماعة؟ والله انكم وحشتوني من الفيديوهات اللي فاتت. النهاردة بقى انا فاتحة الفيديو ده، واحمد ما يعرفش انا هقول فيه ايه، لان انا عامله له مفاجاه يعني من العيار التقيل. سيربرايز من رباب. قول يا ست البنات. قعد يحلفني قبل ما نفتح الفيديو. طب يا بنت قولي لي بالله عليكي، طب ربع كلمه، طب الموضوع عن ايه، طب مش عارف ايه. قلت له ابدا، لازم هفاجئك قصاد الناس، تتفاجئ زيك زيهم. انا ما اعرفش ايه مفاجاه، يعني كانك جايبه لي هديه مثلا انت مخبيها بمناسبه عيد الاضحى مثلا، يعني ده منظر يجيب هدايا. ما انا بقول برضه، يعني ما انا بقول برضه اشكال دي ما تجيبش هدايا خالص. اللي بقول برضه ماله من الاشكال دي. زي الفل. طيب خلاص. قعد ان هو يحلفني قبل الفيديو، طب قولي لي يا رباب، طب ربع كلمه، طب الموضوع عن ايه، خلي بالك لو الموضوع في حاجه مش هنزل الفيديو. وقعد يتشرط عليا كده، فانا قلت له والله ما تقلق، انت قلقان ليه؟ انا مش عارفه انت قلقان مني ليه. انا مش قلقان، انا عايز اعرف ايه المفاجاه. طب ما في ايه، ما انا قلت لك هفاجئك قصاد الناس. ليه بتستعجل؟ مش طالبه فرهده، الجو انفرد لوحده خلقه يعني. لا مفاجاه تعجبك قوي، ومفاجاه جميله جدا جدا جدا، ومفاجاه من العيار التقيل، يعني دي تبقى مفاجاه العيد بقى. ربنا يستر يا رب. عارفين ايه ولا ايه؟ عارفين عيديه العيد؟ هي دي بقى عيديه العيد. بس مفاجاه من العيار التقيل دي يعني حاجه تقيله قوي، يعني ارباجيه مثلا، دبابه. ليه وانا هحارب؟ ما انا مش عارف والله. هحاربك يا احمد. ما انا مش فاهم، ما انا عايز افهم. ايه المعامله دي يا احمد؟ عايز افهم. مش كده. تويت دماغي. مش كده، المفروض تعامل ارمط بلطف. ماشي ارموتي. المفروض ارمط يتعامل بلطف، لكن مش عارفه بيعاملني ايه المعامله دي. ولا اي حاجه، انا بستمع اهو. مع ان انا كيوته وما بعملوش اي حاجه. انا بستمع زي الناس. قول. قلبك حديد؟ لا. اعصابك جامده؟ لا. يا دنيل، امال ايه؟ طيب ده يعني اقول له يقع مني؟ ما انا مش عارف. لا، المفروض تقول لي اسد. اسد؟ اسد يلا في ايه؟ اسد يلا في ايه؟ ايوه كده، مهيب الركن اسد. ايوه كده. قول عايز ايه؟ علي صوتك كده ووضح للناس. هم سامعين من غير ما اعلي صوتي، هم سامعين. اسد اعصابه جامده، ثلاجه، حديد، فريزر، حاطط ثلاجه. بس بعد اللي هقوله له والمفاجأة التقيلة اللي جاية، معرفش هتبقى يعني هتفرحني؟ أعصابه عاملة إيه؟ جدا. بجد والله؟ جدا. لو حاجة هتفرحني عادي خلاص، لو حاجة هتزعلني بلاش منها. ما أنت الفرح الزيادة والزعل الزيادة بيأثر عليك. بلاقي إيه؟ تقول لي أنا صدعت. طبيعي أي حد كده. ليه؟ عادي. بس لو هتقول حاجة برضو تفرحنا كده مفيش مشكلة. حاجة تبسطك قوي قوي. زي الفل، قولي. أدينا مستمعين. من يومين أنا عمالة أحضر للمفاجأة دي يا جماعة، بقالي يومين بالظبط. مفاجأة بقالها يومين؟ من يومين بالظبط. قاعدة بفكر كده أعمل إيه؟ أعمل إيه؟ أعمل إيه؟ بفكر في حنة. فراغ للدرجة دي يعني؟ لا. أمال إيه؟ أنا كنت بفكر في حنة. في حنة؟ يعني أنت عارف الأوضاع اللي إحنا فيها والدنيا وكده، فأنا قاعدة بقالي يومين عمالة بفكر كده. أعمل إيه؟ أعمل إيه؟ وتكون مفاجأة حلوة لأحمد. قعدت أفكر، خصوصًا في موضوع الشقة اللي إحنا بعناها. فانا قعدت افكر. بصراحه مش هين عليا الشقه يا جماعه. ربنا يسترها. مش هين عليا الشقه. مش انا قلت لكم كده في الفيديو وانا احمد في العربيه، قلت لكم قعدت طول الليل كده الف في الشقه. طبعا ذكريات جوازنا وكل مكان فيه ذكريات لينا يا احمد. هنا في الشقه بتاعتنا. اخش في الموضوع. وافتكرت يوم جوازنا وانا داخله بالفستان وانت داخل بالبدله، وكنت يعني كنت خايفه والله ادخل بالصندل على
على السجاد، كنت زعلانه قوي ان هو داخل بالجزمه، بس ما رضيتش يعني اضايقه. اول يوم جواز بقى وكده كنت مكسوفه وبتاع، وكنت باصه في الارض وعامله كده مكسوفه. كنت يعني داخله بقى على حياه جديده، ومش من اولها بقى هوري له صوب بتاع الانابيب بقى، كنت عامله فيها كيوته بقى وبتاع، وداخله بالفستان وعامله كده بقى، فاهمين انتوا اللي هو شغل البلانتا يعني. على ايامنا بقى، دلوقتي لا، البنت بتدخل ترقص على باب الشقه. دلع البنات. كان على ايامنا بقى يعني البنت تدخل كده عامله كده يعني. فالمهم كنت بقى داخله مكسوفه وقلقانه وخايفه وبتاع، فيعني في ذكريات جميله ما اقدرش انساها بصراحه لشقتنا في اول جوازنا بالذات. تمام. واول اسبوع جوازنا واول شهر جوازنا، ولما عيلتك جم زارونا وعيلتي، في ذكريات جميله قوي، ويوم سبوع ابننا، في حاجات يعني ذكريات في كل ركن يعني ما اقدرش ان انا انساها بصراحه. هو انت على فكره صاحبه الفكره بتاعت البيع والشراء والكلام ده، يعني المشكله حقيقي يعني. طب انت جاي تحن دلوقتي وانت بعد ما فكرتي ودبرتي وخلاص خلصت ما انا بقى لما لقيت خلاص بقى والشقه اتباعت واخدنا عربون وكده، فافتكرت الذكريات وحنيت لها، قلبي اتوجع كده. قلبي اتوجع وقلبي اتقفل كده، وقلت لا لا مش عايزه مش عايزه مش عايزه ابيع الشقه. فروحت اتصلت بالست اللي هي ادتنا العربون هي وجوزها. اتصلت بمين؟ بالست. عشان ايه؟ قلت لها تعالي خدي العربون بتاعك، انا مش هبيع الشقه بصراحه. ده ليه يعني؟ ان شاء الله مش هبيع الشقه. انت مجنونه؟ مش هبيع الشقه بصراحه، ما هنتش عليا يا جماعه بصراحه. وايه اللي ما هنتش عليكي؟ يعني هقول لكم الحقيقه، ما هنتش عليا ذكرياتنا فيها يا احمد. يعني انت ما هنتش عليكي ذكرياتك؟ قلت لها بعد ما خدت العربون جاي تفتكري ان ليكي ذكريات فيها؟ طب وانت بتصغريني مع الناس يعني ولا ايه؟ مش فاهم. لا ولا حاجه، انا قلت لها تعالي خدي العربون انت وزوجك، معلش حصلت لنا ظروف ومش هقدر ابيع الشقه، معلش انا اسف. يا سلام. والست بصراحه من غير ما تقولي لي ولا اي حاجه، والست متفاهمه. متفهمت ايه؟ تفهمت الموضوع. بس ما تقلقش، الشقه الثانيه برضو هنجيبها. يعني الشقه الثانيه برضو اللي هي عجبتنا. ما انا كنت لسه جاي لك في الكلام، انت بس خدت الكلام من على لساني. يعني لما هو انت رجعت العربون فدي مش هنعرف نبيعها، هنجيب شقه منين بقى ان شاء الله؟ الشقه الثانيه برضه عجباني يا جماعه وخارجه من عيني بصراحه. موقع الكومباوند فظيع، المساحه جميله جدا، يعني شقه احلامي اللي انا كنت عماله احلم بيها بقى، بالمساحه الواسعه بالبتاع بالكومباوند بصراحه. مش هقدر برضه ان انا استغنى عنها. هو انت بس هتاخدينا في دوكا، انت دلوقتي مشكلتك في ان انت صغرتيني مع الناس. ايه صغرتك يعني ليه؟ يعني هو يعني مش فاهم، هو مش كان اتفاق مع رجاله ولا؟ انا مش فاهم انت ازاي بتعملي. طب ماشي، طب ما هم لما يجوا اتكلم مع جوزها وقول له، اتكلم معاه اقول له ايه؟ اقول له معلش مراتي كلمت مراتك عشان خاطر تلغي البيعه؟ هو ايه اللي انت مجنونه؟ وايه يعني يا احمد؟ ما في يعني ناس كتير بيرجعوا في البيعه عادي يعني، مش حوار. طب ما تقولي لي وانا اكلم الناس. ما انا كنت قاعده سهرانه بقى بالليل وانت كنت نايم. سهرانه في فراغ قتلك فتاخدي قرارات من دماغك؟ فانا كلمت الست، هي جايين بقى ياخدوا الفلوس عادي يعني. مين دول اللي جايين؟ هي وجوزها. انت مجنونه يا بنتي. بس ما تنساش هو ده الخبر اللي انت جاي تقوله لي في الفيديو؟ لا، ما هو في خبر تاني بقى انقح من الاولاني، خبر بقى حلو، هو ده بقى القنبله الكبيره، ده بقى المفاجاه. صلاة النبي احسن. يعني هو انت دلوقتي اهم حاجه ما تنساش تاخد وصل الامانه اللي انت ماضيه للراجل. هي دي كل مشكلتك؟ طبعا مش هياخدوا فلوسهم. هتسيب وصل امانه عليك؟ لا مش هسيب وصل امانه، هي دي مشكلتك كلها، ان انت مثلا رجعنا في بيعه. طب ما تقولي لي وانا اكلم الناس، انت ليه تصغريني مع الناس؟ ما كنت قاعده سهرانه فقلت اكلمها عادي بقى. قلت طب ما تقولي لي قبل ما تكلميها اخد القرار على طول مره واحده. قرار اللي تاخديه مره واحده؟ هو بعد احنا لو كنت قعدت اتكلم شيخه بتحركيها، لو كنت قعدت اتكلم يا جماعه مع احمد ما كناش هنخلص النهارده، ولا كان الموضوع هيتم. كان هيقعد يقول لا اصبري نفكر، طب مش عارف ايه، ما كانش هيخليني ان انا ارجع في البيعه، وانا بصراحه ما قدرتش. هو يعني هو ازاي عقل ومنطق ان انت ماشي؟ هو انا قعدت اتحايل عليكي اصلا ما نبيعش ولا نعمل حاجه؟ انت قلتي لا انا عايز حاجه اوسع، عايز حاجه اوسع، عايز حاجه، لا جبنا هنجيب الاوسع. ترجعي في كلامك والبيعه وتصغريني مع الناس، فهو ده الطبيعي بتاعك يعني؟ مش تصغير ولا حاجه، هي لما تيجي يا جوزها قول له معلش حصلت لنا ظروف وفلوسك اهي وفوقيها بوسه وهات الوصل بتاعك. ايه الظروف بقى؟ وخلاص بقى. ايه الظروف اللي حصلت لنا مثلا عشان الراجل يعني لو حب يبقى عنده فضول يعني؟ قول له بقى اي حاجه بقى. اي حاجه مش عايز. قول له حصلت لنا ظروف اي حاجه معلش. لكن بيشوف الفيديو تبقى نصيبه، هو ما يعرفش ان احنا عندنا قناه، بس يعني احتياطي برضه. خلاص بقى عديها عديها، خش بقى على المفاجأة بقى اللي أنا محضرها لك. هي دي ما كانتش مفاجأة؟ لا والله في مفاجأة تانية؟
حاجه بقى حلوه المفروض، احلى بقى، احلى احلى صح. بكتير، وهتحل لنا كل هو مشاكلنا. بيني وبينك دي حلوه بقى، على الرغم ان انت يعني كده هتصغريني مع الناس، بس انا كده ما كانش نفسي ابيع اصلا. طب شفت بقى، ونفسي انا ما اسيبش حسيت المكان بيك، اصلا، انا حسيت لكن بيك. انت عايزه تغيري المكان انا مش عارف ليه، لا فبراحتك. ما انا هاخد الشقه الاوسع عشان بطوط تعيش معانا زي ما منين قلت بقى ان لكم شاء قبل الله؟ كده. ما انا هقول لك بقى، ما هي دي المفاجاه بقى. يا هتعملي كارت؟ لا ما هو امال مش ايه؟ هينفع نعمل قروض تاني. امال انا قعدت افكر 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 افكر، ما انا بقول لكم انا بقالي يومين عمال افكر في الموضوع. قلت بس، طب ما انا عندي حل حلو قوي، انا محتاجه مقدم الشقه التانيه ان انا ادفعه، صح كده؟ محتاجه ان انا ادفع مقدم للشقه التانيه عشان نمضي العقد وتبقى الشقه بتاعتنا، واللي قصاد معانا ربنا بقى براحتنا هي والتوضيب، صح كده؟ انا قعدت افكر، فكرت. طب انا مش هبيع الشقه، طب هجيب مقدمه الشقه منين؟ ايوه بقى ده السؤال، منين؟ منين؟ ما انا حليتها بقى، ما هي دي حلتيها. بقى المفاجاه، حليتها. ابيعيني مثلا يعني، فهجيب فلوس بعد الشر وانا عليك مش هجيب فلوس لو بعد كمان. بعد الشر عليك، امال ايه ما طيب؟ اقدرش استغنى عنك يا امال حبيبي. يعني هجيب فلوسها منين ان شاء الله؟ انا قعدت افكر يعني انت افكر، هتجيب في السلاح؟ لا مش الدرجه دي، امال ايه طيب؟ اوديك في نصيبه. امال ايه طيب؟ انا مش لا فاهم. لا مش الدرجه دي والله، انا لقيت حل عبقري وما اعرفش ازاي كان تايه عننا والله العظيم. احنا طبعا مش مولودين بعربيات، نعم مالها المواصلات العامه؟ احنا مالهاش مش لحظة. مولودين بعربيات اصلا. اهالينا عندهم وبتاع، بس احنا يعني عادي، ما مش مولودين بعربيات، ممكن عادي نتنقل بالمواصلات بتاع، فالدنيا سهله يعني. فانا فكرت قلت طب ما هو الحل يا غبيه في ايدينا، وانا اللي مأزمها على نفسي، نشوف ازاي. مأزمها ليه؟ نشوف ازاي. صورت العربيه من البلكونه، العربيه مركونه تحت، صورتها من البلكونه ونزلتها على جروب الفيس للبيع. صورت ايه؟ صورت ايه؟ الضحك والابتسامه دي مش عجباني، لا صورت ايه بقى؟ قلقاني والله. صورت العربية؟ صورت العربيه، ما عنديش مشكلة في صورة العربية، نزلتيها فين بقى؟ على الفيس، على جروبات الفيس بقى ليه بقى؟ للبيع. للبيع؟ وما اقولكش بقى على الناس بقى، يا لهوي اللي بعتوا واللي بعتوا رسايل، ايه ده في ايه يا ولاد؟ هي الناس محرومه عربيات للدرجه دي؟ ده انا لما نزلت الشقه ما جاليش مشتري بالسرعه دي، فجالي ناس كتير جدا 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 جدا. جات لي واحده بقى قلتم على وشي، قلتم على وشي، انا قلتم على وشي ولا قلتم على وشك؟ عربيه ايه اللي انت عايزه تبيعيها؟ والله العظيم اتخضيت، خضيتي ايه؟ اتخضيت ما اقسم بالله. تولعي. ايه ده اللي انت عملته ده؟ عربية ايه اللي انت عايزه تبيعيها؟ انت هتحبسيني في ايه يا احمد؟ هو ايه اللي فيا؟ انت مجنونه يا جات لي بنتي، تعمل الشقه ورجعنا في كلامها وفلوس الناس معانا هنديها له. عربيه ايه حضرتك جات اللي لي انت عايزه جات لي تبيعيها؟ واحده النهارده بلا بقى، جات لك واحده، بلا جات بتجاه هتدفع الفلوس كام؟ كاش مين العربيه على حظ بقى؟ انت هتحبسيني. وايه يعني هو ايه حضرتك؟ اللي يعني؟ ايه المشكله؟ ممنوع، ممنوع ايه؟ ممنوع بيعها، بيعها كده من تحت مفيش الترابيزه. حاجه اسمها من تحت الترابيزه. ولما يجي يجدد رخصه ان شاء الله في المرور يقولوا له ايه؟ ها؟ مين هيعرف؟ مين هيعرف؟ هو ايه اللي مين هيعرف؟ عليها حظ، حظ. ما بجددش رخصه، ما بجددش الرخصه الا لما باخد جواب من البنك ان انا ما عليهاش فلوس وعادي. ابقى جددها له انت باسمك. جددها لها هي باسمك انت عادي، ايه المشكله؟ هسألك سؤال بقى. اكن العربيه لسه في حيازتك والله عادي خالص. ولما تعمل مصيبه بام العربيه وتدهس بشر وانا البس؟ لا ما متعلمه السواقه. ولا ايش ضمني متعلم؟ هو يعني اللي بيدهسوا ايه بني ادمين اعصابك؟ يعني هم اللي بيخبطوا بني ادمين دول مش بيبقوا متعلمين سواقه؟ طب ده نصيبهم، انت نصيبهم. هتكفر، فانا البس انا؟ انت هتكفر. انا بقول لك انا، اصل ده بيبقى ما هو انت نصيب، انت هتحبسيني؟ هتكفر. يا هتعدميني؟ يا هتخليني امشي في الشارع اكلم نفسي ليه؟ وانا حصحص وحصحص انا للدرجه دي؟ على اللي انت بتعمليه ده؟ وانا ما عملتش رجعتي حاجه. عايزه ترجعي الفلوس للناس بتاعت الشقه؟ خير وبركه. انا كده عايز ابيع ولا عايز اشتري؟ حلو. عايز افضل في مكاني معزز مكرم في شقتي وبيتي وتمليكي وكل حاجه، طب ما في صح؟ ايوه، طب ما انا ما عنديش حلتها مشكله في لك اللي اهو. فات. عربيه عايزه تبيعيها وعليها حظر بيع وعايزه تحبسيني وتقولي لي جدد لها الرخصه عادي باسمك، ولما تدوس بني ادم مش وتموته؟ هتدوس حد، هي متعلمه السواقه، هي متعلمه السواقه، افهم. هي مش هتدوس حد، انت ليه بتقدر البلاء قبل وقوعه؟ بص يا بابا، هي هتيجي النهارده بص يا بابا، تدينا الفلوس، انا كنت هناخدها ونقوم حاطينها في الشقه الجديده ونسلمها العربيه والمفتاح وكل حاجه، ولما تيجي بقى لتجديد الرخصه والكلام الحوارات اللي انت بتحكيها دي ابقى روح ولما جددها هي لي. بقى هتمشي بالعربيه كده والرخصه مش باسمها بتاعت العربيه، ايه اللي هيحصل؟ وقفها كمين مثلا. تقول ان هي مراتك، تقول ان هي قريبتك. مراتي؟ اي عادي قريبتك، خالص. قريبتك. قريبتي واخده العربيه تعمل بقى ايه؟ طب فين التوكيل اللي تمشي بيه؟
ابقى اعمل لها توكيل. اعمل لها توكيل؟ وانا بقول لك انت عايز احبسيه ليه؟ هو انت فاهمه حاجه في القانون؟ ليه فاهمه حاجه في قوانين البيع والشراء؟ لا. طب انت انا مش هبيع عربيه. عربيات مين اللي بيعها لما عليها حظر بيع؟ حظر بيع. ما كتبتش ان عليها حظر بيع. ما كتبتيش كمان ليه؟ ما كنت تكتبي بالمره يمكن يدفعوا اكتر ولا حاجه. لا ما انا ما كتبتش. ما هو انت لو كتبتي اصلا ما حدش هيعبرك ولا يرد عليكي. ايوه عشان كده ما كتبتش. عشان يعني عشان عارفه ان هي ما ينفعش تتباع. انا ذكيه. او هي بقى تيجي تشتري لما تعرف عليها حظر بيع. ويعني؟ قول لها انا هجدد لك الرخصه وكل حاجه وانت تسويها. بس والعربيه تبقى في حيازتها يعني احنا كده كده مش هننصب عليك. ده الخبر الحلو. ده الخبر الحلو. امال الخبر الحلو حليت كل مشاكلنا في ثانيه وانا قاعده مكاني على الفيس. حليتي مشاكلك كلها في ثانيه وانا قاعده. مشاكلك انت لكن انا مش انا اللي هقابل بقى المشاكل. ليه؟ مش هتتباع اصلا العربيه. ليه هتتباع؟ عليها حظر بقى ما تتباعش يا حبيبتي انت. ايه المشكله يعني؟ هو ايه المشكله؟ هي تسوقها وتجدد لها انت الرخصه. ما ينفعش تتباع. لا انا مش هرجع في كلامي مع الناس. معلش ما تصغرنيش. ما ترجعيش في كلامي. انا مش عيل. انا مش ناقص انا جنان. لا انا مش مجنونه. لا انت مجنونه باللي انت بتعمليه. لا انا مش مجنونه ومش هرجع في كلامي مع الست. انا مش عيله. انت مش عيله. مش ترجعي في كلامي. أيوة. لكن الناس اللي رجعتي معاهم في الشقه وصغرتيني ده عادي. مش مشكله دول. وانا عادي يعني؟ لا انت مش عادي. ده هم عادي. هم عادي. مش لكن اللي جايه مش عادي برضه. اللي جايه متفقه معايا، متفقه معانا شخصيا. انت عرفتي منين انها بتعرف تسوق؟ ما شاء الله. هي اللي قالت لي. هي اي حد يقول لك انا بعرف اسوق خلاص يبقى بيسوق. والله. قالت لي بقى لها 10 سنين بتسوق، ده انا نفسي اتعلم السواقه زيها. طب ما عندهاش عربيه تديها لنا نمشي حالنا بيها، ما احنا غلابه برضه. ازاي؟ ما احنا يبقى معناش عربيه يعني. هتدفع لها فلوس ما احنا ما احنا يعني احنا هنخلص ده من ده. اذا كان احنا ازاي؟ اما يا دوبك طبعا العربيه هدفعها مقدمه. ازاي؟ ده خبر حلو يا رب. خبر حلو. حليت كل مشاكلنا. ده خبر اسود عليك. الشقه ما تبقاش. وعلى دماغك وعلى الايام اللي احنا عايشين فيها بسببك. انت طريقه الكلام دي. طريقه كلام ايه؟ ايه المعامله؟ هي مش ناقصه جنان. ايه المعامله؟ على دماغي بقى فيها كلاب سعرانه بتجري. ليه؟ بسببك. وانا ما عملتلكش حاجه. لا عملتي ده انت عملتي كل كوارث الدنيا. ما عملتش حاجه والله. ده قعدت بالليل حليت كل مشاكلنا في ثانيه. في ثانيه. بص يا رب. الشقه اهي ما اتباعتش. الشقه الجديده هتيجي. العربيه اللي عليها اقساط بيدفع اقساط دم قلبه كل شهر مش هيبقى عليه اقساط. يبقى مشاكلنا اتحلت ولا ما اتحلتش؟ وهيدفع بس اقساط الشقه الجديده. مش هيبقى عليك اقساط لكن ممكن بقى تنتظر الحبس في اي لحظه. هتتحبس ليه بعد الشر؟ مش هتتحبس ولا حاجه. رباب. اتكل على الله بس واسمع مني. انا ممكن اطلب منك طلب. هتعمل ايه؟ انت ما تفكريش خالص. ليه؟ اتمنى ان انت ما تفكريش اصلا. ليه؟ ده انا دايما تفكيري بيعجبني. لا 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 مش عايزك تفكري خالص من هنا لحد ما نيجي نموت. بعد الشر عليك يا احمد. بعد الشر ولا حاجه. ده الموت راحه دلوقتي. ليه يا احمد؟ والله الموت راحه يا بنتي. ليه انت محسسني ان عملت جريمه؟ ايه ده في ايه؟ اللي انت بتعمليه ده مش يعني انا حليت له مشاكله وشوفه بيعاملني ازاي؟ ده انا قلت هيقوم يبصني من هنا ويبصني من هنا يقول لي حلتي لي كل مشاكلي. ده انا قلت ده هيتنطط جنبي من الفرحه. والله ما توقعتش رد فعله ده. والله ده قفلني. هيتنطط جنبك من الفرحه. ما تضربش. انا قلت والله هيفرح. ده انا قلت دي هديه العيد بالنسبه له. ده انا حليت له كل مشاكله في ثانيه وانا قاعده. في ثانيه الا ثانيه وانا قاعده كده. كل مشاكلك حليتها لك وانا قاعده. كل مشاكلي؟ كل مشاكلك. انت عارفه ان كل مشاكلي انت؟ بص عليك يا احمد. انت كل مشاكلي. عمرك ما قلت لك كده. اديني بقولها لك. لا انا زعلت. بقولها لك اهو دلوقتي. لا انا زعلت. اتمنى ان انت بقى تاخديها يعني بعين الاعتبار كده وتحس بنفسيتك. حست في نفسيتك؟ انا عايز احس بنفسيتك اكتر. انا زعلانه منك. زعلانه؟ انا ده انت لسه شفت زعل؟ لا الكلمه دي ما كانتش معايا. مشاكل مين اللي انت حليتيها؟ قصاد الناس وانا فاتحه الكاميرا. مشاكل مين؟ انا بصي ماسك نفسي. لا عيب عيب. ماسك نفسي. والله مشاكل والله ايه اللي انا كده الفيديو ده مش هنزله. ما تنزلهوش. بعد اللي انت قلته. انا مش عايزك تنزل فيديوهات. بعد اللي انت قلته. انا مش عايزك تنزل فيديوهات. وحش قوي. وحش. وحش في حقك؟ وحش. والله ده اقل حاجه انا ممكن اكون عملتها في حقك. وحش. ده اقل حاجه. عمرك ما كلمتني بالاسلوب ولا بالطريقه دي. كانش العشم. كانش العشم يا ابو نسمه. ده احنا عشره كام سنه. رباب. والله ما ينفع اللي انت عملته ده. لا الموضوع انتهى لحد كده. وبتوصل الست اللي انت ضايقني. لا ضايقني واحتمال اسيب له البيت كده. مع السلامه. مع السلامه. الدرجه دي؟ انا بقول لك اهو كلمي الست اللي انت جايه لك دي عشان حوار العربيه ده. قولي لها اصلا العربيه على حظر بيع. لا انا ارجع اتكلم مع بعض. البوست اللي انت نزلت لي البيع ده عشان خاطر انا مش ناقص جنان. ده انا حطيت رقم تليفونك في البوست ده. انت هتلاقي الاتصالات جايه دلوقتي. حلو قوي. طب ده زي الفل. زي الفل. اقول لك تسبيع على حظر بيع. تسبيع على حظر بيع. انا خسرت حاجه. هم اللي بيتصلوا انا خسرانين مكالمه عادي. انا ما عنديش مشكله. بس تصغرني؟ صغرك. ده انا صغرك وصغرك وصغرك. ليه؟ ليه المعامله دي؟ صغرك وصغرك. ليه المعامله دي؟ ما تفكريش تاني. بالله عليك ما تفكري. ليه؟ ده انا طول ما انت بتفكري احنا هنتحبس.
طول ما انت بتفكري احنا هنتحبس. ليه يا احمد؟ ابوس ايدك ما تفكريش. هتتحبس لك كام سنه يعني؟ اه ابوس ايدك ما تفكريش تاني. ايه ده؟ طيب ما انا مش إيه، ما توقعتش رد فعلك ده خالص. رجعت الفلوس للناس والشقه كانت هتتباع وخلاص والدنيا ماشيه وهناخد شقتنا الجديده، وقلت مش مشكله يمكن حنك للذكريات والماضي ومش هترجع في كلامها ولا في وتقعد في مكانها خلاص. حصل، انا حنيت اللي جوازنا اول يوم جوازنا والفرح واحنا داخلين بالفستان. لكن ان انت تنزلي عربيه للبيع عليها حظر. طب ونزلتها بكام بقى؟ اه نزلتها بكام؟ لا اكون بخساره. اه ما اكيد طالما هي جايه لك جاري مش مستعمله، تتباع كبيره 100,000 مستعمله، ندفع جزء من مقدمه الشقه وبعدين يبقى علينا اجزاء من مقدمه الشقه تاني. ايه اللي 100,000؟ العربيه، عربيتي اللي 100,000 مش مستعمله. هي اه موديل السنه دي بس مستعمله خلاص. لا هي موديل السنه اللي فاتت. طيب مستعمله برضه. ايه اللي استعملها؟ انت. انا استعملتها فتبقى 100,000 جنيه. اه. انت عارفه العربيه اللي فيها بقت بكام؟ اللي هي 28 بكام؟ اللي هي موديل 80 بكام؟ حاجه و80 كده، بقت ب 80,000 جنيه. ايه ده والله؟ اه. فانت منزله العربيه ب 100,000 جنيه؟ لا هي اغلى من كده؟ منزله العربيه بكام؟ ب 100,000. اه. اه واللي جايه تجري فرحانه. انا مش فاهمة. عربية 100,000 وموديل السنة. ما تفكريش تاني، ما تفكريش تاني. انا مش عارفة هو ليه بيعمل معايا كده. وتخسرينا فلوس. هو انت بنت عايزة مني ايه؟ ما انت هتدفع بقى بقيت مقدمة الشقة من معايا. يعني انت كمان تبيع بخسارة؟ ما قدمت ايه وبقيت ايه؟ بقول لك انا لا هشتري شقة. مش كده، مش دي. ولا هبيع شقة. دي معاملة وحشة. ولا هبيع عربيات. كده عيب. ولا هبيع حاجة. ماشي؟ انا لو بعت هبيع نفسي انا عشان ارتاح منك. بعد الشر عليك. ما اقدرش اسيبك. ما اقدرش استغنى عنك. تنزلي بقى الفيديو ما تنزلوش، انت حره. هنزله بس الناس هتزعل منك قوي على المعامله اللي انت عملتها لي، وهيكتبوا لك في التعليقات روبي كان عندها حق وحلت لك كل مشاكلك وانت اللي مش فاهم مصلحتك فين. على ما اعتقد ان كنا متابعيننا اذكياء ويفهموا. طبعا. الحمد لله. حصل. فطبيعي ان اللي انت بتقوليه ده ما يخشش عقلهم بثلاثه تعريف. طب اديك هتشوف التعليقات. من غير ما اشوف. عربيه اللي اتباعها ب 100,000 جنيه ده هيشتمني. عربيه ايه؟ شويه. انت تعرفي سعر العربيات بقى كام؟ خلاص. عارفه سعر العربيات كام؟ 100,000 ايه؟ دراعي وقع، والله دراعي وقع خلاص. ويقع احسن. ليه المعامله دي؟ كملي الفيديو لوحدك. طب خلاص خلاص. كملي الفيديو لوحدك. خلاص. عربيه اللي ب 100,000، عربيه ايه؟ خلاص. عربيه اللي ب 100,000 يا مجنونه. ايه ده؟ هيجي لك السكر. ده انت لا. بعد كده هيطول لسانه، هيقل ادبه عليه. خلاص والله خلاص. والله دم اتحرق. دم اتحرق. انت ما بتفكريش ليه يا احمد؟ ده حللت لك مشاكلك في ثانيه. عشان ما تجيش ما تدبش المشوار على الفاضي. انا العربيه عليها حظر بيع و100,000 جنيه دي ما تبيعش بيها عربيه. امال ايه؟ من غير ما تعرفي اضمن ايه؟ انت تتصل تلغي وخلاص. تطلعني صغيره؟ اه. تطلعني تافهه؟ اه. تطلعني انسانه فاضيه ماليش لك؟ اه. انت ايه المعامله دي؟ هو كده. ان كان عاجبك. انت عمرك ما عملتني بديتك. اديني من هنا ورايح هعاملك كده. هي دي ده هتبقى المعاملة طول العمر. خلاص خلصت. اه. انت ما كنتش كده على فكرة. انت ما كنتش، انت اتغيرت. انت شكلك بتحب واحدة تانية عليا. ما اصل المعاملة دي ده غير معاملة دلوقتي. ما كنتش كده معايا، انت كنت بهدوء، كل حاجة بتاخدها معايا بالمناقشة وبالراحة، لكن كده عينيك بتطلع شرار، انت هتعمل ايه؟ اهدى وصلي على النبي، العيد داخل علينا، العيد داخل علينا، عايزين نقضي عيد حلو. هنقضي عيد وانت بالمنظر ده؟ عايزه مني ايه؟ ايه ده؟ عايزه ايه؟ انت ما عامل فيك مقله؟ دمك اتحرق وعينيك مطلعه شرار. اه بص بص عامل ازاي؟ مقله بيه؟ كسبت ولا ما كسبتش؟ عشان تعرف ان انا لما افكر اعمل فيك مقلب اطلع من عينيك شرار. مقله بيه ده ان شاء الله. انا لا بعت ولا اشتريت ولا اتصلت بناس ارجع مقدمات ولا ده. انا لما صدقت دي ما فصلتش ولا بلاش لكون بتتفرج على الفيديو وتقع قناتي في ايديها ولا حاجه. اما صدقت مقلب. لا لا لا، هو انا عبيطه؟ عربيه ترمز دي هبيعها ب 100,000؟ انا مش عارف وانا هبله. وهي اصلا ما تتباعش. ده انا عارف وانا هبله. حظر بيع يعني. وانا هبله. وعادي كده تقولي اه هي متعلمه السواقه. ما اصلا ما فيش حد اصلا، ما نزلتش حاجه. اه انا بهزر. ده مقلب يعني. بتهزر يا رمضان؟ لا بهزر يا اختي. يعني ده مقلب. ايوه عملت فيك مقلب، رديت لك واحد من مليون من اللي انت عملته فيا قبل كده. حرقت دمك. افتكرته هيضرب. وجبت لك السكر اهو ورقه. انت جبته لي خلاص. يا دي السلام عليك يا حبيبي. خلاص انا فعلا ضغط عيلي. ما اقدرش يا حماده والله. ما اقدرش استغنى عنك.
انا بس بدعبك كده ما هو اسه اسه دعابه انت دعابه. كنت بتقولي ده جنان اه طبعا مش عقل. انا عبيط اعمل كده وانا انا مستغربك يعني. والله العظيم ضربني في دراعي اقسم بالله ضربني جامد وضربني بغباوه يعني. ضربتني والله بغباوه. انا لسه بعد الفيديو. لسه بعد الفيديو هكمل ضربك. يعني اللي هي دي المفاجأة اللي انت كنت عايزة تعمليها وقلت لها مقلب في الآخر. لا انا كنت عايز اعمل فيك مقلب. اه فدي مفاجأة مقلب يعني. اه ده مقلب العيد. مقلب العيد اه. مقلبتك بقى خلاص ايه هزار. ما بتهزرش يا رمضان. بهزر يا. ده انا هزاري يا سلام. ده انت بس تستحملي هزاري. الا الناس بتقعد تقول لي حرام عليك. اخرج فاضي. حرام عليك يا احمد. اخرج حرام فاضي. عليك يا انت عارف ان انا لما بهزر معاك بجيبك على الارض على طول. طب قابل. وقعد اللي جاي. ولا تقدر تعمل حاجة. ماشي براحتك. ما تخليش بس حبايبك يقولوا لي والنبي حرام عليك كفاية كده. اكتبوا له في التعليقات روبي بتهزر. اه ما انا بقول برضه. هزار يا جماعة هزار العيد أرمط بيهزر. أنا آه هزرتي؟ اه هزرت خلاص. اه مبسوطة؟ خلاص احنا وقفنا بقى حرب المقالب خلاص. ماشي خلاص. كان مقلب قصاد مقالب. خلاص خلصنا كده صح؟ خلاص أنا ساكت والله. بجد والله. والله خلاص اهو. مفيش في قلبك حاجة؟ لا 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 خالص. متعادلين. أنا بس كده يعني إيه؟ دمي اتحرق شويه عقبال ما وضغط عيلي فانا مش فاهم والله يعني. يا لهوي دي لو مامتك بتتفرج على الفيديو ده زمان هتتصل عليا دلوقتي عملت ايه؟ لا عادي والله خلاص والله عادي. هزار يا جماعه دعاء. حلو المقلب مش وحش على فكره. حلو؟ عجبني. عشان هو دخل عليا بصراحه. عشان تعرف انا لما افكر روبي تمخمخ بس تقعد كده ارمط يهدى كده ويقعد يفكر تلاقيه جاب جون على طول. ترتيب من مخ دي فعلا. لا مش اي حد. لايكات كتير بقى للمقلب ده عشان اما اقلبه لكم تاني ان شاء الله بمقلب محترم كده. لان انا خلاص وقفنا حرب المقالب. اه ماشي. امال ايه بقى؟ تشجيعا يعني للي جاي، تشجيعا لليوميات والفلوجات اللي جايه، لان انا كان ممكن ازيد في المقلب وانزل له فعلا بوست واوريه له، بس دي كان هيبقى فيها طلاق على طول، فانا قلت ايه اخفف عليه الموضوع، تمام؟ فانتوا ايه؟ لايكات كتير تشجيعا للي جاي ها عشان اللي جاي شديد جديد شديد تمام تمام شوفوا على خير تمام زي الفل ما عندناش اي مشكله والله انا دمي بس اهدى كده وربنا ييسرها معاك ان شاء الله كومنتاتكم الحلوه ها وقولوا له ارمط كان بيهزر عادي ها تمام واشوفكم على خير يا جماعه في الفيديوهات اللي جايه قصدك في المقالب اللي جايه صح الفيديوهات اللي جايه فيديوهات طب الحمد لله السلام عليكم